العميد خالد المكراد نائب المدير العام لشؤون المكافحة والتنمية الثنائية البشرية. نرحب فيكم في غرفة العمليات التي يتم من خلالها إدارة الحادث. الحادث مثل ما أنتم شايفين حادث على كبر حجمه ومكانين مختلفين، لا زالوا مشتركين معاه 7 مراكز إطفاء من الإدارة العامة للإطفاء ومركزين من شركة نفط الكويت. الحمد لله الشيء الطيب أنه تم احتواء الحادث وقت قياسي وأثبت التعاون والتدريب في الماضي اللي بين الإدارة العامة للإطفاء وشركة نفط الكويت، قطفنا ثمارة في التعامل مع هذا الحادث. حادث تم السيطرة عليه، حادث صعب، ظروف جوية صعبة، لكن بمهمات بعزيمة المهمات الصعبة، رجال المهمات الصعبة، والحمد لله سيطرنا على الحادث ولهم كل الشكر.